حقيقة عندما زرت أول مرة مصر بعد أحداث 30 يونيو أظن في شهر 7 في رمضان كانت، وبعد 5 أيام أو 6 أيام زرت وسألني الملك عبد الله ماذا رأيت، فقلت له يعني أبشر بالخير، البلد ماشية وإن شاء الله خطوتهم ماشية، ولكن أقول لك شيء، أنقذونا جميعا. فقال لي مظبوط، قال لي نعم كلامك صح، أن ما جرى في مصر أنقذ الجميع، فهو مدرك لدور مصر وأهمية مصر. فعندما تكون مصر في أزمة طارئة، أنا متأكد أنها أزمة طارئة اقتصادية ومالية وكلها هي طارئة، ولكن عندما تكون أزمة هون تستطيع أن تفهم الكلمات التي وردت في رسالته المطولة للرئيس السيسي حول دعم مصر، حول مؤتمرات مانحين لمصر، حول أن مصر هي الأساس ويجب أن نقف إلى جانبها، ويجب ويجب. وهذا الملك عبد الله يعني عندما يقول له احترام في كل مكان، فعندما يقول هذا الكلام أنا أعتقد أنه يعبر عن، لا أريد أن أبالغ، على غالبية الدول العربية والإسلامية.